وليمة فريدة من نوعها، لن تتمنى أن تكون مدعواً إليها حتى لو كنت في عصرها، فزمانها أواسط القرن 18، أما مكانها مدينة بركاء في سلطنة عمان الحالية، حيث دعا والي الصحار حينها أحمد بن سعيد البوسعيدي قادة جيوش الفرس إلى وليمة وداع بعد أن أنهكهم حرباً وأجبرهم على إنهاء احتلالهم لعمان والانسحاب قبل أن يعمل بهم السيف ليضمن أن لا عودة لاحتلال الفرس لبلاده، فيما تولى جيشه بالخارج القضاء على الجند وإشعال السفن بمن حاول الهرب منهم عبر البحر، ما أنهى الاحتلال الفارسي لعمان نهائياً. وأسس لحكم العائلة البوسعيدية منذ عام 1744 حتى الآن في سلطنة عمان التي كانت يوما إمبراطورية البحر الممتدة من سواحل الهند إلى أفريقيا وتحديدا زنجبار وجزر القمر على طول سواحل لطالما جابت أساطيلها لترهب الجيوش وتحارب الدول، كما كانت عمان حينها تملك أراضي شاسعة من الجزيرة العربية. فكيف أسس البوسعيديون دولتهم في عمان وحافظوا على حكمها منذ 276 عاما حتى الآن؟ قبل البوسعيدية. مطلع القرن السادس عشر اكتشف الأوروبيون رأس رجاء صالح ليربط قارتي آسيا وأوروبا عبر جنوب أفريقيا، ما كان وبالا على سلطنة عمان المزدهرة تجاريا بعد أن كانت حلقة الوصل بين المعابر البحرية الاستراتيجية حينها. ضعف عمان المحكومة من الدولة النبهانية آنذاك أغرى الإمبراطورية البرتغالية بغزوها وتدمير موانئها عام 1507، لكن بعد نحو 70 عاما من الاحتلال البرتغالي وتهاوي الحكم النبهاني خرج رجل من عمان يدعى ناصر بن مرشد اليعربي لينجح في استعادة عدد من الموانئ والمدن المسلوبة على رأسها صحار، كما أجبر البرتغاليين على دفع الجزية مقابل استخدام موانئ وقلاع. ومع موت ناصر بن مرشد ظهر ابن عمه سلطان بن سيف اليعربي الذي أعلن قيام دولة اليعاربة عام 1642 وطرد آخر فلول البرتغاليين بمعركة طويرولا عام 1648. ومع انقضاء السنين ضعفت الدولة اليعربية ليظهر محتل جديد هم الفرس الذين كادوا يستحوذون على الدولة اليعربية بأكملها لولا حنكة أحد مساعدي الإمام سلطان ابن سيف ويدعى أحمد ابن سعيد الذي غير تاريخ سلطنة عمان المعاصر. تاجر من صحار. ولد أحمد بن سعيد في قبيلة البوسعيد عام 1700 باتصال نسب إلى خلف ابن أبي سعيد الهنائي في قبيلة زهران، ولما شب أحمد بن سعيد جذبته التجارة إلى ميدانها فمهر فيها، فاستدعاه الإمام سيف ابن سلطان الثاني اليعربي حاكم عمان سنة 1728 ليسند إليه مهاما في ساحل الأحساء قبل أن يعطيه ولاية صحار، حيث ذاع صيته بين الناس وتنامت شعبيته وقصده شيوخ القبائل، ما أثار مخاوف الإمام سيف منه فاستدعاه إلى مسقط وأعد له مؤامرة. لكن أحمد بن سعيد عاد إلى صحار بعد تحذير المخلصين له من كيد الإمام الذي خرج في أثر أحمد بن سعيد بمقاتلين على متن سفن كبيرة، لكنه لم يظفر به حتى جاء عام 1732 عندما عزل الإمام سيف بن سلطان وبيع بالعرب بن حمير بن سلطان إماما بنزوة، إلا أن سيف بن سلطان استنجد بنادر شاه الصفوي ما أعاد احتلال الفرس لعمان، فأساء الإيرانيون إلى الناس وقتلوا كثيرا من أهل نزوة حتى كادوا يفنوهم، ما حد بالعلماء وشيوخ القبائل اختيار إمام جديد هو سلطان بن مرشد اليعربي الذي قاد قواته في محاولة لفك الحصار الإيراني المطبق على صحار، لكنه قتل فأصبحت بلاد عمان من دون إمام يحكمها،
ليبزغ نجم أحمد بن سعيد الذي قاد الجيوش العمانية وقاتل الفرس وضيق عليهم الخناق وأنهكهم عسكريا واقتصاديا حتى أرغمهم على طلب الصلح، ثم أقام وليمة خاصة لكبار قادة الفرس، لكن بعد نهايتها وخروجهم أعمل فيهم السيف وقتلهم جميعا، فيما تولى جنده القضاء على بقية أفراد الحملة، كما أمر بإشعال النيران بسفن الهاربين حتى لا ينجو منهم أحد. فازدادت شعبية أحمد بن سعيد في سائر الأنحاء، وفتحت له قلاع عمان أبوابها واستقبل استقبال الأبطال قبل أن تتم مبايعته من العلماء وشيوخ القبائل في الرستاق العاصمة وقت ذاك إماما على عمان عام 1744، لتنتهي دولة اليعارب بقيام دولة البوسعيديين. البوسعيد والفرس. توطدت أركان الدولة العمانية في عهد أحمد بن سعيد، فأعاد توحيد البلاد وإخماد الفتن الداخلية وإنشاء قوة بحرية كبيرة إلى جانب أسطول تجاري ضخم أعاد النشاط والحركة إلى السواحل. وفي عام 1775 أرسل الإمام أحمد 100 مركب تقودها السفينة الضخمة الرحماني إلى شمال الخليج لفك الحصار الذي ضربه الفرس حول البصرة استجابة لنداء استغاثة من الدولة العثمانية حينها، فاستطاع الأسطول العماني فك الحصار عن البصرة ليكافئهم السلطان العثماني بتخصيص خراج سنوي من البصرة يدفع لعمان ليستتب الملك للإمام أحمد الذي بات لقبه المتوكل على الله، إضافة إلى لقب الإمام الذي تلقب به أيضا ابنه سعيد بعد وفاة والده عام 1783، لكنه أرغم على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد. وفي عهده انتقلت العاصمة من الرستاق إلى مسقط قبل أن يتجدد الصراع على السلطة بين سعيد وأخويه قيس وسلطان، فكانت النتيجة اتفاقا يقسم عمان بين سعيد في مسقط وقيس في صحار. الفترة الذهبية والانحسار. عاشت السلطنة العمانية فترتها الذهبية تحت حكم سعيد بن سلطان، عندما سيطر العمانيون أسياد البحر على معظم شرق أفريقيا من الصومال شمالا إلى موزمبيق جنوبا وبعض من ساحل الخليج وأجزاء من الهند وإيران، قبل أن يتبعها ما يزيد على القرن من الاقتتال الداخلي بفعل النفوذ البحري البريطاني والتوترات العالمية التي أثرت سلبا على عمان، خاصة في عهود تركي وفيصل وتيمور، قبل أن يستلم سعيد بن تيمور حكم عمان الممزقة عام 1932 بعد أن أنهك المتمردون الإباضية والده فيصل في معارك أسفرت عن تقسيم البلاد فيدراليا بين الداخل والساحل بموجب اتفاق رعاه الاحتلال البريطاني لعمان عام 1920، إلا أن سعيد لم يكن دائما على وفاق مع البريطانيين، حتى أنه منح امتياز التنقيب على النفط في واحة البريم الحدودية إلى إحدى الشركات الأمريكية عام 1933 بدلاً من الشركات البريطانية. وفي عام 1940 عاد التمرد الداخلي ضده حينما قتل والي مرباط بظفار على يد قبيلة تعرف بآل عمر، فتزوج بامرأة من هذه القبيلة قبل أن يتزوج سيدة تدعى ميزون بنت أحمد، أنجبت له قابوس في نفس العام. وفي عام 1952 شهدت واحة البريم تمردا من الشيخ غالب ابن علي الهنائي الذي كان مدعوما من السعودية، لكن بريطانيا أعانت سعيد على استعادتها عام 1955، فهرب غالب إلى السعودية لاحقا معلنا تشكيلة حكومة منفى بالتزامن مع خسارة السلطنة زنجبار أندلس عمان عام 1964 على يد بعض المتمردين الأفارقة المدعومين من الخارج. وبعد عودة قابوس ابن سعيد من بريطانيا إلى عمان عام 1965 إثر إنهاء دراسته العسكرية في الأكاديمية الملكية ساندهيرست، دبر انقلابا ناعما عام 1970 على والده الذي سافر إلى بريطانيا وتوفي عام 1972، لتبدأ نهضة عمان
الآن بعد إعلانها سلطنة واحدة مجددا عام 1976، لتسهم سياسات قابوس الانفتاحية في الداخل وارتفاع أسعار النفط في زيادة عدد المدارس والمستشفيات وتطوير البنى التحتية، بعدما تسلم البلاد من أبيه بثلاث مدارس ومستشفيين فقط، ليتسلم الحكم بعد وفاة السلطان قابوس عام 2020 هيثم ابن طارق ابن تيمور آل سعيد. وأنت، ما رأيك بمسيرة حكم آل البوسعيد لعمان منذ عام 1744 حتى الآن؟